لنقاش ملف الحراك الطلابي ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد السميداعي. أهلا بكم سيد لبيد. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. انطلاقا من رفض المتظاهرين ومن ضمنهم فئة الطلاب لترشيح علاوي، كيف يفسر ثبات موقف الطلاب ومساندتهم لمطالب ثوار تشرين وهم الذين قدموا اليوم ربما الحصيلة أغلبها في النجف، أغلبهم من الطلاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نترحم في البدء على أرواح الشهداء الذين سقطوا بصورة عامة، وخصوصا ما الذين سقطوا اليوم في معركة النجف. المعركة الغير المتوازنة بين جماعة القبعات الزرق التابعين لمقتدى الصدر. هؤلاء المجرمون كانوا مسلحين حتى بأسلحة، حتى في ثبت قبل قليل بأنهم جاءوا ببيكابات تحمل البي كي سي، وهناك أسلحة متوسطة، واستخدموا السلاح الحي يعني في قتل المتظاهرين. وندعو من الله تعالى الشفاء العاجل للجرحى. بالنسبة لموقف الطلبة، هذا الموقف بالحقيقة موقف تاريخي، وهم يتحملون وينهضوا بمسؤولية حماية المتظاهرين والمظاهرات المليونية التي ستخرج يوم غد، والتي ستعم كل المحافظات التي تشهد انتفاضة منذ تشرين. هذه المظاهرات جاءت لمؤازرة المتظاهرين وللدفاع عنهم من الهجمة التي يتعرضون لها من قبل القبعات الزرق. رفضهم القاطع للعلاوي الجديد، هذا الرفض بالحقيقة نابع من وعيهم العالي، لأن الطلبة يعون بأن هذا الشخص المرشح هو ناتج بالحقيقة مرشح من قبل الأحزاب الفاسدة، وخصوصا من قبل المجرمين الذين يرتكبون الجرائم اليوم بوضح النهار، والذين اقتحموا حتى الكليات والجامعات، والذين بكل سفاهة وبكل استهتار يهددون ساحات الاعتصام. ما قام به محمد علاوي بالحقيقة هو عملية تفاهم مع التيار الصدري. ما يجري الآن من هذه الجرائم ناتجة عن عملية تفاهم مدروسة وخبيثة من قبل علاوي. علاوي طالب المتظاهرين بالبقاء في ساحات التظاهر، وفي نفس الوقت هو متفاهم بالسر مع مقتدى الصدر من أجل شن هجمة شرسة من قبل كلابه المسعورة المكبتلة. بالحقيقة كل من شهدوا هذه المعارك أكدوا بأن المهاجمين كانوا يتناولون حبوب الكبسلة، لأنه كانوا شرسين بشكل غير طبيعي يختلف عن مشترات البشر. الحديث عن هذا العنف يقودنا أيضا لمحاولة تفسير العنف المرتكب من قبل ميليشيا القبعات الزرق، سواء في ساحات التظاهر أو حتى انتهاك حرمة الحرم الجامعي بدعوى مراقبة استئناف الدوام أو الاستمرار في الإضراب العام. ماذا يعكس هذا العنف؟ هذا العنف يعكس أولا يعكس بأن ما يجري الآن هو بالحقيقة أجندة إيرانية، لأننا نعرف بأن مقتدى الصدر قابع في قم منذ نحو شهر، وأن كل ما يجري حاليا في ساحات التظاهر من هجمات تشنها جماعاته المسعورة هو يجري بتوجيه من قم منه. فالعملية تدار من قم من إيران ومن قبل قيادات الحرس الثوري الإيراني، وهو الذي يقوم بالتوجيه، هو عبارة عن أداة تنفيذية. لماذا؟ لأن إيران لا تريد أن تخسر العراق، لا تريد أن تخسر هيمنتها على العراق، ومقتدى الصدر وكلابه المسعورة هم أحسن أداة من أجل الحفاظ على الدفاع عن آخر أوراق إيران بالحقيقة التي تتساقط ورقة بعد أخرى. مقتدى الصدر في نفس الوقت وميليشياته يريدون أن يحافظوا على هذا النظام الذي يتهاوى يوما بعد يوم، لأن هذا النظام هو النظام الوحيد الذي يستطيع أن يدافع عنهم. لقد أفلسوا، هذه الأحزاب أفلست، وهذا ما يجري الآن يؤكد على إفلاسهم، وهم يدافعون عن خندقهم الأخير، عن خطهم الدفاعي الأخير، ولن يصمدوا. هذا الذي يجري نراه صحيح، نرى أنه شرسا ونرى أن الخسائر كبيرة، لكنهم سيسقطون، لأن إرادة المتظاهرين وخصوصا الطلبة والمثقفين الثوريين إرادة فولاذية لا يمكن أن تنكسر
بهذه الهجمات، وهؤلاء لان هؤلاء المهاجمين ليس لهم قضيه، قضيتهم هشه وهم ماجورون بالحقيقه، ماجورون يدفع لهم اجرا زهيدا من اجل ان يقوموا بهذه الاعمال الاجراميه. نعم، في ظل هذه الانتهاكات من يتحمل مسؤوليه عدم حمايه المواطنين من المتظاهرين والطلاب في الساحات من عنف ميليشيا القبعات الزرق التي ظهرت بعد ادوار اخرى لميليشيات مختلفه منذ مطلع تشرين الاول الماضي؟ النظام السياسي وعلى رأسه علاوي هذا الجديد الذي قام بتعهدات وكلها أثبتت كذبها. بالحقيقة ما يجري الآن هو اختبار لكل الأكاذيب التي والتعهدات التي قام بها، وقد سقط في أول امتحان. يعني هو ما صار لأربع خمسة أيام سقط انتهى، لأنه لو كان صادقا في كل هذه وعوده وتشدقاته التي كذب على الهواء فيها في أول لحظة تم ترشيحه لرئاسة الوزراء، لو كان صادقا لأرسل بالقوات الأمنية من أجل حماية المتظاهرين، لمنع هؤلاء المتسيبين المسعورين، لمنعهم من دخول الشارع. بأي حق يدخل هؤلاء أصحاب القوة؟ ما الصفة الرسمية التي يحملها هؤلاء المتظاهرون عديمي الأخلاق بطيء الأخلاق يجوبون الشوارع ويجوبون الجامعات؟ لو كان صادقا فيما يقوله، لو كان له درجه شرف سياسي لاستقال الان، او لزج بالقوات من اجل حمايه المتظاهرين لكي يثبت حرصه. ومن ناحيه اخرى ما يجري الان يؤكد بان العمليه السياسيه لا يمكن ان تنصلح. وجود هذه الميليشيات، كيف يمكن اجراء انتخابات على سبيل الاسماء؟ حتى لو كان القانون الانتخابات الذي يتشدقون به ويقولون بانه تم اصلاحه، كيف يمكن تطبيق الانتخابات حتى لو كان القانون صحيح وجيد؟ كيف يمكن تطبيق الانتخابات في ظل وجود ميليشيات، هذه الميليشيات التي تحرق الاخضر واليابس، يمكن ان تسيطر على صناديق الانتخابات وتحرق الصندوق الذي لا تريده، وتتلاعب بالصندوق على النحو الذي يؤدي الى انتخاب من تريده. هذه العمليه السياسيه كلها فشلت، ولا يمكن بتبديل الوجوه او التزويق او الترقيع هنا او هناك، لا يمكن اصلاح هذه العمليه السياسيه. يجب ان تقتلع هذه العمليه السياسيه بجذورها، ويجب ان يقتلع كل الفاسدين الذين يقودون هذه العمليه السياسيه بالكامل. عضو التحالف الوطني المعارض لبيد سميدعي كنت معنا عبر الهاتف من مدينه مالمو.